مادية موجودة والمساري موجودة والكهرباء بدها تمشي. نقطع السطر. انه اي بلد مثل لبنان عايش بقلة كهرباء وقلة مي وقلة اخلاق عندهم. اذا بدنا نضل هيك ما رح نشوفها. ها دير المطر. That is the state of Lebanon today. Look at that. That's an electricity cut. رح نخلي لبنان يضوي بال 2015 24 على 24. عم تجيها ساعتين بال 24 ساعة. يعني جاي ومشتاق للبنان بس لما بدنا نشوف هالشيء هيدا شو بدنا نقول؟ الحل المؤقت بانتظار تكتمل كل هالمعامل الجديدة هو استئجار الطاقة. وصلنا لبرنامج ال 24 ساعة على امتداد الليل والنهار. كهرباء بكل لبنان بتصير 24 ساعة. أو بده اشتراك هاي يعني مسؤوليته. 24 ساعة ل 24. بيجي جيل غيرنا بعد وما بتجي الكهرباء.